Sassy Piri, نستقبل your host مايا دياب. فيكم مشاهدينا الليل الحلقة من هيك من غني غير شكل مع ضيوف غير شكل معنا بالفريق الأول الجنرال ميشيل عون ومعنا سليمان بيك فرنجية بالفريق الثاني فمعنا الدكتور سمير جعجع وكمان معنا الشيخ أمين الجميل. أما الليلة رح تكون أغاني بس ما في سياسة. أنا رح نقي، أنا واحدة اللي بنقي الجنرال ميشيل عون. جنرال ما تخاف ما تنرعب لأنه كتير اللعبة سهلة معك من الواحد للسبعة بتنقي رقم إذا إجا اللون أحمر بتخسر إذا إجا اللون أخضر بتربح. أوكي جنرال نقي رقم. لا 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 يمكن أقبل هالأرقام هيدي تحت الرقم 12 لا يمكن اقبل باي رقم. بعدين اختي لشتا الالوان لونهم ازرق جايبيني لهون لتنرفزوني يي جنرال حي قواعد اللعبه. لا يمكن لاحد انه يحط قواعد اللعبه غيري انا، انا اللي بحط قواعد اللعبه يي. اوكي جنرال معلي مرق لنا اياها ونقي رقم هلا. بك اختي حشك تعاملي مثل الصحفيه انت، حشت هيدا تحكي على الفاضي. بختار الرقم واحد. واحد؟ وليه واحد؟ بك اختي حش تسألي لأني أنا الرقم واحد. أوكي رح نفتح الرقم واحد. برافو جنرال برافو جنرال والكلمة هي حكيم رنينا موجوع موجوع صار لي سنين وبقلبي لقيت يمكن بصدر رماح يمن يا أبدي لا مبصر ولا فرمشاني ولا اختصاصي كان يعرف علة الأمر الغريب عن أرض ما إلنا بسعادتها نصيب لا يمكن. بتعقد بس بتعرف شو؟ أنا غنيت كل الغنية ما ذكرت كلمة حكيم يعني وبدل طبيب استعملت اختصاصي فانكسر البيت. لك يا أختي إذا واحد موجوع صار له سنين شو بكون بده؟ حكيم. يا أختي عافيكي أنت وحدك قلتيها، أنا لو انكسر 100 بيت لا يمكن أقولها جميت لفيه. أوكي جنرال رح ننتقل مع الشيخ أمين الجميل. لنبلش معك شيخ نقي رقم. حقيقة أنا بختار رقم 3. يه ليه 3؟ لأنه الله والوطن والعيلة. أوكي فرجونا رقم 3. يعني أنا حقيقة ما بغني إلا روك، يعني إذا بتسمحي لي غني روك. لا شيخ بعدين ليه مصر على الروك؟ يعني حقيقة انت وبسلامة فهمك يا مدام ماية كلمة روك بالانجليزي يعني صخرة وانا ما بغني الا لصخرة الكتائب اللبنانية. طيب شيخ امين بما انه هلأ انت خسرت معنا رح نكون دور سليمان بيك. فضل سليمان بيك نقي رقم. انا خليني اقول لك شغله انه انا بختار الرقم 2. 2 الكلمه عيون بس ليه نقيت رقم 2؟ انا خليني اقول لك شغله لانه الجنرال هو الرقم 1. اوه
انا رقم اثنان ونحن اثنان ما في غيرنا لا لحماية المسيحية. اوكي سليمان بيك سمعنا. ويلك يا طير الورور ان شفتك بزغرتها سنهار راح انت فلك ريساتك واشوي لك لحمك عالنار. برافو سليمان بيك بس ما فيها ولا كلمة تانية. عنده عيون مثل عيوني ما بيغني لهم. يعني خليني اقول لك شغله انه 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 انا وقت اللي بقول له للطير يعني اضحك تقرب صوب صغرته يعني شو بكون عم اقول له؟ يعني بكون عم اقول له انه عيوننا وعيون كل الشباب سهرانين واسا بدك اكثر من هيك عيون. اوكي اذا هيك رح ننتقل لاخر مشترك معنا الدكتور سمير جاجا. بتنقي رقم؟ طبعا انا بختار رقم 6 طبعا. 6 لنشوف الرقم 6 داير. تفضل دكتور غني لنا غنية. هي 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 يا سليمان ابن فرنجي هي 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 جيناك بالقوات اللبناني وهي هي 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 يا سليمان ابن فرنجي هي 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 جيناك بالقوات اللبناني. حكيم اول شيء الكلمات هن يا سليمان اللي من الضبية ويا شيخ المعمرجية. بس اسمحي لي اقلك انه بطبيعة الحال بوقتها كان خصمنا بضبية وطبعا هلا ابن فرنجية وبوقتها كان شيخ ابن المعمرجية وهلا القوات هي اللي عم بتعمر طبعا عم بتعمر اللي عم يهدمه الجنرال عون وحليفه سليمان. بس انت فتحت كلمة داير وبالغنية كلها ما في كلمة داير. لك هيدا الحكي اللي عم تحكيه مش مزبوط ابدا لانه بطبيعة الحال القوات اللبنانية هي الدويرة اللي عم تحمل بلد داير مدار طبعا. لك هاي اسكت عش تحكي على الفاضي. ما تهلي صوتك يا جنرال. انا بدك اطرق لك يا سيدارك. نشاز وبالأغاني كمان. أي معقولة؟ يعني خليني أقول لك شغلة إنه برنامجك اسمه هيك منغني ومعنا صار هيك بتغني عني بليز مخرج هتلا روج بريك لأنه شكله السولاريوم حل علي رجعت بيضة بدي أعمل نصيحة سولاريوم. سلمي كتير سلمي.